سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح المسمن والمخمار والخير والخمير. كيف ما كتشوفوا انا بالعربيه وشاركت معكم هذا الفطور ديال دار خالي، الله يخلف عليهم. اليوم الثالث في العرس، نهار الاول كنا عند العروس، نهار الثاني عند العريس، واليوم عند دار خالي. المهم كيديروا العاده ديالهم ان يعني الدوار كامل كيديروها كرقصاع والقصاره صافي، وكيمشيو عند دار العريس. المهم هنايا كيف ما شفتوا بنت خالي راه كتفور تبارك الله عليها. صافي البنات، المهم باش يعني دغيا يطلع لهم الطعام، المهم فوروا الطفره الاولى يعني تكسكيسه عاديه، غير هما البنات داروا الملحه والزيت، داروا من الكسكسو المره الاولى. صافي انك مشتو غادي هذه الطفيره الثانيه والاخيره، من بعد ما حطاتو سلقاتو بالمطيب، يعني مقراش ديال تاع المطيب. المهم انا ما عرفتش حد ياسمين دايره، وقيلا قريتو المطربه وسلقاتو هكا بالمطيب، وصافي كتبقى تبرد فيه بحال هكايا. وعاد فاش كتعاودوا تفوروا الطفيره الثانيه والاخيره. البنات كيف ما كتشوفوا هنايا، من بعد ما فار داك الطعام تبارك الله، كيف ما كتشوفوا راه كيتزاد وكيخرج يعني سميتو. صافي هنا غادي يقوبوه زعما يعني في هاد القصريه، ويقادوها ويزوقوها. هادي هي العاده ديال الناس عبده. صافي هادشي اللي كاين. المهم هانتوما هما يعني راه كيف ما كتشوفوا راه معاونين، لهنا خطينا حباب. ايوا وهانتوما معانا ان شاء الله. صافي دابا غادي تبدا تسقي هكا بنت خالي. صافي هنا كيف ما شفتو راه دارت الدجاج، ودارت الخضيره هكا من الفوق، خيزو وسلاوي واللفت. ايوا هادشي اللي كاين. ودابا غاد فاش غادي دير السمن هكا في واحد الكاسرونه، ودير هكا ودوروا على القصريه كامله من الفوق، عاد غادي تزوقها ان شاء الله. صراحه كتكون اجواء زوينه البنات، وكيف ما قلت لكم لهنا خطينا حباب. ومهم هنا سلقوا البرقوق، غادي تزوق هكا شويه بالبرقوق، وغادي دير اللوز والتمار والفانيد. راكم عارفين ان المهم بنات اسفي غادي يعرفوا هاد العادات. صافي هنا كيف ما شفتوا كيزوقوا هكا باللوز والتمر من طبيعه الحال. ايوا وهذا ما كان، يلا انتم معنا ان شاء الله. ايوا الغزاله ديولي. صافي هنا كيف نشفتو كيزوقوا هكا بالكوجاك وبالمسكه والفانيد وداكشي اللي كتب الله، يعني كيزوقوا في بيه. ايوا وهادشي اللي كاين، يلا الغزاله ديولي. وحتى الكركاع يعني ملي كيكون حتى هو كيديروا. ايوا وهادشي اللي كاين، يعني هانتوما معنا ان شاء الله في هاد الفيديو، يعني حتى نمشيو ان شاء الله لعند الناس ونكملوا معاكم. هو يعني الشكل النهائي ديال القصيعه ديالنا كيف ما شفتوا، مزوقه ما نقولش لكم عليها، وشهوه منها. غنمشي حتى لدار العرس وغنقلب على فما كانت هي اللي غادي نجلس باش ناكل منها. ايوا هنا من بعد ما سالت الدار خالي، دزت على الدار خالي الاخر، لقيت يعني مرتو يلاه كتسقي. ايوا وهادشي اللي كاين، يعني حتى هي غادي تسقي وغادي تزوقها بنفس الطريقه، كيف ما قلت لكم غادي تزوقها بنفس الطريقه يعني. ايوا وهادشي اللي كاين، يلا الغزاله ديولي وحنا معاونين. حتى نشوف تاني شي دار اخرى، نشوفها واش باقا مسكاتش باش نصور عندها. المهم كنبغي نشارك معكم كل شيء، واللي غادي نقول لكم هو انكم الله يخطيكم عليا، والله يخليكم دائما معايا واقفين معايا، وبوسه كبيره ليكم. صافي هادشي اللي كاين. المهم هنا درنا السمن وغادي غادي تسقي بها هكايا. ايوا وهادشي اللي كاين، يلاه. المهم راه زمان كانوا كيديروا القصريات ديال اللوح، ولكن يعني دابا ما
يعني مع الناس كاملين كيديروا كسكسو، يعني كيديروا ولاو كيديروا غير قصرات قصعيات بحال هكايا وكي كيزوقوهم صافي. وهادشي اللي كاين هنايا، مرت خالي دارت التفايه كيف ما شفتو بالحمص وبالعنب، تبارك الله عليها. ايوا وهادشي اللي كاين، يلا هنايا.
Yeah.
Bye.
بسم الله، انا كنطيب في الجبه ديال البقره اللي يلا ولدات. يلا تبارك الله ولدات. الحليب كيكون بدر كيكون صفار، شوف سبحان الله العظيم. تبارك الله، هي ديال البقره اللي يلا ولدات كيكون باقي صفار، ديك 3 ايام عاد كتحيد منه الصفوريه. هي تبارك الله كوبي كلها، الله يصلح الله يصلح حال مواليها. انا غندير لي شويه الملح ونردو فوق البوطيطيب، وردو فوق البوطيطي وكنبقى نحرك فيه بالمعلقة كيولي لبا. المهم بنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما دارت مليحه ودارت داك سميتو غيبقى كيطيب، ما غاديش يبقى فايض بحال الحليب، غادي يتكتف بحال الحليب ياك، كيولي بحال الحليب الا كان خاسة. اه كيدير دوك الحويبات ديالو، هذاك هو الزهر حيتاش كيكون ديال اول حليب ديال البقره. اه كيولي بحال الجبن. كيخسر ما كيبقاش، هاتهم هاد في مليحه. المهضره ديال اليوم كيف ما شفتوا، شوفوا كي كيولي تحلوا لي هذا، كيولي بحال الجبن. ماشي ملي تحلوا لي انا حي الدجاج الطيب كنهزها ونسدو نطيب، طاحت صافي تفردت. اللي كانت لي بحال هكا دارت معاها والله خاصني شيته من الحاشيه وحطوا رنيبيس غنهزها مع الحيده ونقول يا الله على ديك الكوزينه تالي فيها بقدر كبير. اه عفرتي جوج خدامه غنبيعهم ونبني بيهم بيت وعريش، الله يرحمها. هو كيبيع ويشري في عريش جمال هو عنده. ما ادري انا صافي البنات، هنا جينا دار خيالي كيف ما كتشوفوا، عيطوا علينا ودارت لينا مرتو الشفنج تبارك الله عليها. عرفتي ما نقولش لكم على الشفنج، خفيف وما شاربش الزيت نهائيا، ما شاء الله الله يرحم اليوم الوالدي. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا، هنايا في الدار خيالي نيت عيطوا علينا الغدا. المهم واحد خيال، واحد دار خيالي حدا دار خيالي. المهم ما شاء الله، شوفوا الدجاج مدغمر وطيب ما نقولش لكم عليه. صافي والفريت والمناضه ودارت السفه، الله يخلف عليها الله يخلف عليها. ايوا هادشي اللي كاين، يلا هانتوما معانا البنات. ايوا هذا هو غدانا. ومهم الفريت الخبيز ديال الدار. يلا البنات اللهم ديمها نعمه يا ربي وحفظها من الزوال، ولا يخطاكم عليا امي دارها الجوع بدات. هنا البنات السفه كيف ما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله غزاله. ايوا وهادشي اللي كاينين، هاد الرمان ديال واحد الشجر غير هنا قدام الباب، وقالوا لينا وقالوا لينا ذوقوا. الصراحه ما نقولش لكم حلو بحال العسل. المهم راه بلديه هاد الرمانه وغزاله البنات. ايوا هنا غادي نقول لكم سلامه في هاد الجنان غزال. خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد.